87 بيسأل في الآية من سورة النمل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. فهو بيقول الآية الكريمة، يعني الآية دي فيها استثناء، يعني استثنى الله سبحانه وتعالى ممن سلمه الله من هذا الفزع، فمن هم الذين استثناهم الله تعالى من الفزع؟ هو نقل الإمام القرطبي صاحب التفسير الكبير، نقل عن بعض العلماء قولهم بأن الصحيح أنه لم يرد في تعيينهم خبر صحيح، يعني ما فيش عندي خبر يجمع كل الأصناف، وإن الكل محتمل أنه يدخل في ذلك، يعني ممن سيأتي ذكرهم، حيث قال قال الله تعالى إلا سبحانه وتعالى قال إلا من شاء الله، وسبحانه وتعالى هنا في الآية إلا من شاء الله اجتهد بقى المفسرين وحصل لهذا الاجتهاد منهم إنهم اختلفوا في هذا المستثنى دول مين. ففي حديث مثلا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إنه إلا من شاء الله دول إنهم الشهداء عند ربهم يرزقون، وده برضو قول سيدنا سعيد بن جبير إنهم الشهداء، وغيرهم من العلماء قالوا الأنبياء داخلون في جملتهم، وكمان داخل معهم الملائكة الكرام، وقال مقاتل يعني جبريل مقصود، جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، وقيل كذلك هم المؤمنون، يعني أهل الإحسان من أهل الإيمان، لأن ربنا سبحانه وتعالى عقب هذا في نفس السورة قال تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. إذن الأمن من الفزع واضح في خصوص الأنبياء الملائكة الشهداء، أما في خصوص المؤمنين الصالحين فقد وضح بعض العلماء يعني الكلام عليهم في أنه في الأمن من الفزع في ضوء الآيات القرآنية المفسرة لذلك، حيث قال بعضهم إنه هناك صنف من عباد الله تعالى لا يفزعون عندما يفزع الناس ولا يحزنون عندما يحزن الناس، أولئك هم أولياء الرحمن الذين آمنوا بالله تعالى وعملوا في دنياهم بطاعته، وكل ده وهم استعدادا كان ذلك منهم استعدادا لذلك اليوم، يعني كان في تفكيرهم ووجدانهم الخوف الشديد من الفزع الأكبر يوم القيامة، فآمنوا بالله حق الإيمان وأطاعوا الرحمن خوفا وخشية من فزع ذلك اليوم، فالتزموا بما أمرهم به الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء يؤمنهم الله تعالى في ذلك اليوم، وعندما يبعثون من القبور بتستقبلهم الملائكة، ملائكة الرحمن بتهدئ من روعهم وبتطمئن قلوبهم، وربنا سبحانه وتعالى أشار إلى ذلك في قوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، يعني ما يسمعوش حتى حس جهنم، هم في حتة وجهنم وأهلها في حتة تانية، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. صدق الله العظيم كما ورد في سورة الأنبياء. الفزع الأكبر هو ما يصيب العباد عندما يبعثون من القبور، ودي أهوال حتى أشارت إليها مطلع سورة الحج، ويوم رهيب، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، شيء كبير، ففي ذلك اليوم ينادي منادي الرحمن، ينادي منادي الرحمن، ينادي أولياء الرحمن مطمئنا لهم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين.
وذكر المولى سبحانه وتعالى في موضع آخر: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فهكذا بالنظر في عموم الوحي الشريف بنرقب وبنشوف من هم أصحاب ذلك الاستثناء، ما المقصود بأصحاب ذلك الاستثناء، وذلك بالتقصي والمتابعة كما رأينا. ونسأل الله سبحانه وتعالى، فاللهم اجعلنا منهم بفضلك ورحمتك، اللهم آمين أجمعين. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.